السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اليوم جبنا لكم مسابقه جديده اسمها صراع الحراره. طبعا هي راح تبقى عباره عن مسابقه سبب اشرحها بشرح لكم اياها بعدين. او بس طبعا قبل ما نبلش بالمسابقه بنحب نتشكر حياة على الاستضافه تبعته، على الهديه المقدمه من حياة سيدر بيتزا. يلا نبلش، يلا فينا. طبعا هاي المسابقة كيف راح تبقى؟ راح تبقى نسأل سؤال واحنا عملنا عملية زي استطلاع وفي عدد أجوبة معين اللي هي صح، وكل واحد اللي بيجيب عدد الأجوبة اللي الناس جاوبوها أكثر بياخذ نقاط أعلى. وبنحب نستضيف من هون معنا رسلان علوش، معنا رامي، تفضلوا. السلام عليكم. وللسؤال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. هذا السؤال فيه 6 إجابات صحيحة. أذكر ايش اللي مفضل الزلمي ما يجيبوش معاها بشهر العسل. رامي تلفونه. حلو، تلفونه 17 نقطة. لازم اعرس احكي جواب صاحبته بنتين 33 نقطة. يلا روح قديش بدك هسه تعبير السؤال ولا انتم بدكم بطاطا شاور معهم؟ شاور معهم سريع. عارفين السؤال كم نقطة اصلا؟ كم نقطة جاوبوا؟ 33. بجوز الاجوبة الصح اليوم ما نعرفهاش وهم يغلطوا بعدها احنا نعرف الاجوبة الصح او بالعكس. بدكم تجاوب تعبير؟ نيجي طيب. بدنا نمرك السؤال. اسكت. السؤال يا عمار، اذكر اشي اللي مفضل الزمن ايه الزلمي ما يجيبوش معاه بشهر العسل. اكس. شو استنى اعطوه خمسة. فيش اعطوه خمسة. سيد عندك صار عندكم اول اكس. 3 اكسات بنرجع السؤال لانه مش هنجاوب جواب. سيد اذكر ايش اللي مفضل الزلمي ما يجيبوش معاه بشهر العسل. لو عين مفضل ما يجيبوش. زين ايش لرامي، اذكر ايش اللي مفضل الزلمه ما يجيبوش معاه بشهر العسل. اهله 14 نقطة. ولا في كبير. عمار اذكر ايش اللي مفضل الزلمه ما يجيبوش معاه بشهر العسل. حبيب اخوه. لا غلط، وهي صار في عندنا خرط كتاب. انت اخوه. نيجي للسؤال. شو اجاوب اسمكم اذا بتجاوبوا غلط؟ معكم جواب؟ تمام شوي. إيه؟ معكم جواب واحد، إذا بجاوبوا غلط كل النقاط اللي هم ربحوها بتصير لهم. اذكروا إشي اللي مفضل الزلمي ما يجيبوش معاه بشهر العسل. لازم احنا نجاوب مع بعض ولا انا مع بعض؟ ما اللي بدكم اياه، تشاوروا معكم 10 ثواني. مكان أهله. مكان أهله. مش نفس ال... طيب. لا عليك. اكس. اكس ولا جمع؟ اكس. اخر جواب غبي توكل بكلم فلفل. اخته. غلط. حلو. النقاط راح للفريق. استنى شوي. الجواب اللي بعده بيجي شغله او حاسوب العمل. الجواب اللي بعده صاحبه. والجواب اللي بعده حيوان اليف. بما انكم انتم جوابتوا صح فانتوا هيك حصلتوا معنا على 64 نقطة. سجل. بننادي معنا هون كرام، بننادي معنا عمار للسؤال الثاني. تفضل. سلام. تعلم يا زلمة، هي اخلاق. طيب. مركز بالكوباية تقول لك. يلا. هس السؤال عليه 7 أجوبة صحيحة. لا مش خايف. لما بتاخذ صورة سيلفي لمين ممكن توديها؟ كرم. أمي. أهلك. حلو، 20 نقطة. عمار. 22 نقطة. يا زلمة. والله يا عمار. هسه. عمار. لكم بدكم احنا نلعب. بدكم يلعبوا. طيب.
ابعد شوي خليني اجي شوي بالصوره. رامي لما بتاخذ صوره سيلفي مين ممكن توديها؟ شو بده اجاوبها؟ كل الاجوبه بالاول شو كانوا ياخذوا؟ كانوا حبيبك وكانوا اهلك اصحابي صديق 15 نقطه سيد. لما بتاخذ صوره سيلفي لمين ممكن توديها؟ لابوي. مو كان اهلك اكس اكس هلا اول سامحناك باول مره مش عارف شو اقول لك يعني الصراحه نكي واحد لستة صح؟ اجدادك لا 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 اهلك يعني ابوك وامك 20 نقطة وعندي هون اجدادك 16 نقطة خلاص ليه اخذت الصورة لستك؟ اذا مش انا مكتوب مش هي جواب؟ طيب لعمار لما بتاخذ صورة سيلفي لمين ممكن توديها؟ والله تصفي صديقك اكس يلا مشي وكلوها اهلك اكس يلا هي نفسها صديقة؟ اه ولا بالصدفة لا تصفك يعني مين بده يبكى؟ اكس رامي لما تاخذ صوره سيلفي لمين ممكن توديها؟ لواحد لصاحب ها؟ ممكن لو كرش يا بني ادم لا مو صاحبه واحد بلجا حدا غريب مش مكتوب حدا غريب حدا غريب بلا نقطتين لا خلال قرايبك اول جماعه غشاش سيد لما بتاخذ صوره سيلفي لمين ممكن توديها؟ على الفيسبوك او انستغرام اشي حلو ثمان نقاط عمار كم جواب ظل جواب واحد لما بتاخذ صوره سيلفي لمين ممكن توديها؟ اكس رامي اخر جواب اذا بتاخذ اكس هم بيقدروا طبعا يسرقوا لما بتاخذ صوره سيلفي لمين ممكن توديها؟ اكس شو جواب؟ لا لا كان ولا حدا جواب هسا انتوا معهم يا انكم رايحين تسرقوا النقاط كلهم يا انه النقاط بروحين لايفون السؤال لما بتاخذ صورة سيلفي لمين ممكن توديها؟ هم كانوا حبيبك، اهلك، عمتك، اجدادك، فيسبوك او غريب، ضل جواب واحد. طيب بدي افتكر المدير تاع الشغل او اللي بيشتغل معي. غلط. الجواب خطأ للاسف. فزنا والله. الجواب الصح الجواب الصح الاخير هو الحكومة. اي حكومه مش عارف والله انت عامل السك والله ما نقطه كبيره مشكله شو بدي اودي للحكومه هسه يعني صوره هويه هم بعت صورت شباب هسه المفاجاه خلي المذيع يحكي ما طلع عليك صوره طلع هسه كان فلفل يا حبيبي في معي بالشنطه تشوفه اورجي حياة طول اللي كان الفلفل تاكلك يا اعزائي المشاهدين طبعا اي حدا بيحرك حرك بصمت اجرب اي حدا بده يتفلسف وبيحكي مش بوقته بده يقول معي كريم فيلم هسه المفاجاه السؤال هذا هسه السؤال الثالث والرابع مش عليه نقاط عاديات عليه دبل نقاط فانتوا في احتمال تغلطوا تلحقوهم مشان هيك انا بحب بنادي معنا سيد هون معنا مهدي تفضلوا على الساحه يلا يلا سيد يلا جاهزين شجع شو عدلك بالعادة شو تتجوزوا بعدين ايوه هاي الاخلاق احنا بنعلم اخلاق سلم 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 معنا سلم لا ما هو سؤال ثاني بديك ايش ما بكعب بسأل بالسؤال يعني سلم بس هذا سؤال يلا سعيد مركز هذا السؤال عليه خمس اجابات صحيحه اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان تجخف مهدي حلو 45 نقطه بدك تعبير ولا لا عشان هذا الجواب الاول بدي شاهد يعني بدك تاخذ السؤال رسلان بما انك من اهل باكا اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان تجخى تلفون حلو تلفون ست نقاط كرم دار انا سألتك ماشي انا بديش ماشي غير السؤال يعني ما اعرف ايش السؤال انا لا لازم اقول السؤال يلا عيد عيد يلا تفضل اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان تجخى دار حلو صح دار 35 نقطة اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان تجخى المجوهرات حلو مجوهرات ست نقاط رسلان ضي الجواب واحد اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان تجخى واحد
ساعة. لا مو بتأسف هاي غلطة علي مجوهرات سلاش ساعة نفس الشيء. بعطيكم خمس ثواني. اذكر اشي اللي الناس بتشتريه عشان الجاهة. بقدرش نساعده صح؟ لا. هسا بيجي دورك. واحد اثنين ثلاث أربعة أكسل إكس كرم. أذكر إشي اللي بتشتري اللي الناس بتشتري عشان الجخة. لا لا بجواب أنا متواضع بعيش. اثنين ثلاثة لواعي. حلو صح الجواب الأخير لواعي. لا بس أنا بقول بديل أصلي. مكتوب لواعي هنا شكلك بيطلع عاجبني. أنا أقول لك بجواب لواعي. 192 نقطة. قديش عندنا أنا عندنا 147 نقطة. هذا السؤال عليه هسه عندنا هون 147 نقطة وعندنا هون 192 نقطة. هسه نرجع هون مع رسلان نرجع هون مع رامي للسؤال التالي. سلمش عليه. السؤال عليه سبع أجوبة صحيحة. وين بقضي الأولاد هاي الأيام؟ شمش لا مش اذا وقع بخبط الهاي كامل ما بشمش. طيب شو يقول بكملوا اين يقضي الاولاد هذه الايام؟ يلا سقطت هون شو واحد بالضبط على البلاي ستيشن بالضبط عندك هون انت 16 نقطه بس ثواني حلو كبيره ثواني كان انترنت لازم سؤال ده كله سؤال كامل ليش يعني منيح بس مش اعرف كمل النص لا حبيبي ايش الفرق اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب وقتهم نفس الشيء اه طبعا الله حلو الغرفه او التخت تعتبر نفس الشيء الدار 28 نقطه في الجواب بس هو كان الدار كبير لا كان بعد غير شوف ايش بغير لا ترجع اذا بترجع فيش بغير النعم بغير فيش حبيبي لا في بغير كلش حبيبي شوفوا تعبيره لا شو السؤال نسيت اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب وقتهم بس هناك تفرجيهم يا زلمه قصدك هذه الايام يعني كورونا ولا في الحياه لا هذه الايام في الحياه طبيعيه المدرسه في المدرسه 22 نقطه جواب حلو نيجي هون لمهدي اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب وقتهم سوشيال ميديا ممكن الانترنت ممكن تعيد لي الاجابات اللي اتخذت ايه جاوبوا الغرفه المتاخذه بالظاهر يعني المدرسي والانترنت جاوب واحد اثنين لا شو الاجوبه اثنين ما بقدرش انت وين واحد مجاوب اكس بدي كنت اكس خلاص بقدرش يجي هون اين تفهمني ايش تاسر اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب وقتهم؟ حلو خطا يجي صار عندكم اكسين اكس واحد وهم يسعدون طيب اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب وقتهم؟ في الجامعات الاولاد اولاد الجامعات طيب في اكس واحد البحر خطا معكم جواب واحد انا رياضه استنى مش جواب بس مش جواب اسمع اذا بتنقصكم 10 نقاط هيك طب خف على الرقم تفضل دخلش المهم السؤال كالتالي اين يقضي الاولاد هذه الايام اغلب شكرا الاجوبه شو مركب خمس ثواني صح لا ثواني لا شوف هذا جواب واحد جواب غلط وكان الرياضة ما احنا ما اتفقناش وليش بتجاوب انا بعد شو اسمع بتناقش استنى وراني كذا شو اسمه بنرجع للبوم نرجع زاد البوم اه صح لما كان عطانا كذا انت شكسبير اكرت قرطه بقول لك اكرت هسه بموت يلا حالك شوي ثاني قبل شوي لما قلنا لك فيش طريق اسمعوا هذا السؤال فيش شوي الله يرحم الزوج خلص جد خلاص يا حياة أشروا أعطيكم خلاص تكعدوا أعطيكم أعطيهم يعني لا بلا أنا بس خلاص استنى خلاص
السؤال ايش يعطيهم مجرد لا عيد موقف عيد الموقف لا انا بشوف خمس ثواني وصل لا وكان خمسه من جو اسمعني شو غلط لا مو بس انا شوي كرام يلا تفضل اشي تعصبنا ايش هي واحد ابراهيم يرحم اثنين اللي صار كالتالي انه لما هم يجاوبوا لما رامي بكى بالاول كان بالاول الضار بسيدر بعدين كال اللي طرد فانا حسبت له الثاني صح وهون لما صارت مع مخه مره بس ساعتها كان طب بس ملاحظه لازم بس عمار يجاوب لا ليش عمار مش عمار رامي لازم عمار يجاوب لا شو ولا من الدور ولا مش من الدور لما احد يجي شوي طب انا اسكت متفقين وانت اللي تجاوب ما هو ما كانوش بعد انا اسكت روح حكم روح حكم فلفل دير روح حكم حيدر كان فلفل لا خلص اصبر إيه انا الحكم انا بعمل القوانين القسم كالتالي لما بدهم يسرقوا انتوا بتتفقوا بينكم ببعض على جواب يلا اخر سؤال بدنا قرار بدنا كوباي طيب وبدنا كوباي وبدنا عمار سلمش عليك جاهزين تخون فتشك قوي طيب بسم الله سمي اشي ممكن تشتريه من محطة البنزين كرم شيف بلا كرم واحد كرزات مية فيها المي 15 نقطة تسالي لا تسالي 4 نقاط بيجي السؤال لإله كل بنزين يا لا حلو هسه هون سمي سمى شوي شباب بدنا هدوء روح اديلك شو بيعمل بشتري مرات يلا بنزين حلو بنزين 44 نقطة بس جابوا لك بنزين بالأول لا خليها اتصالي عشان نجرب كرم اهدى إجابتين غايل إجابتين صحيحة طب نخبيها سمي إشي ممكن تشتري وأنت محطة البنزين راكب السيارة مهدي ركز معي صار عندكم اكس واحد سمي اشي ممكن تشتريه وانت محطة البنزين خطأ اخوي مش هيش بكل السيك انا شو جو شو عمي سيكم اكس سم سيدني يا فكرة مسموع لهم هل شو مسموع لهم مسموع لهم صح بس كل حاجة اسمع هاي ممنوع طعم يحطوا يلا احنا ممتاز احنا مش عارف شو نعمل اكس عوجه سمي اشي ممكن تشتريه وانت محطة البنزين لحد هسه كانوا بنزين كانوا مشروب غازي او مي كانوا مسليات وكانوا وجبة اكل نقدر نتشاور لا هو جواب ليلو رسلان مع خمس ثواني واحد شاحن بس شو شاحن خطأ شو بصير ثواني شوي الملك رامي سمي اشي ممكن تشتري وانت محطة البنزين واحد صح كم واحد شو اسمه انا مشروبات من نفس لا لا كان مشروبات لا طيب بما انه هون لا انا مني هو بيستاهل طيب بركه كان صار على الارض هو صاروا شايفين قريته لا قريته معنا هون مهدي يلا جاهزين معنا هون مهدي وخلص يا زلمه بعدين تحكي معنا مهدي برينج ات هوم معنا هون سيد السؤال الاخير اذكر ايدك على الكوب شو عندنا هون عندنا هون سبع اجابات صحيحه اذكر اسم اشي بتفضل تشتريه لا 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 والله لا مره اي اجاوب يلا ايش بتفضل تشتري هسه لا والله لا فيش معك خمس ثواني مجاوب واحد صار 20 تمام ثلاث اربعه 18 اني صرف يا الله
طيب نتاجه اذا كل السؤال شامل. اذكر اشي اسم اشي بتفضل تشتريه من محل من انه تشتريه من مواقع انترنت. اكل 18 نقطة. صح. خمس ثواني. واحد. مش صعب. هلا. اواعي. اواعي 29 نقطة في السؤال بروح عليكم. يلا. بدكم تاخذوا السؤال؟ يلا. اذكر اسم اشي ممكن تشتري من محل من يعني انت بتفضل تشتري من محل من انه تشتري من موقع انترنت. واحد كتاب. لا نيجي واحد. غلط. اذكر اسم اشي بتفضل تشتري من شو اجابات الاخطاء اللي اوريدي كل حدا سكاله اواعي وكاله اكل خلص وضايل خمس اجابات صحيحه. طيب اجي زي الكترون طبعاً بس خلينا نشوف السؤال. ما قلت يا زلمه. لا اذكر اسم اشي بتفضل تشتري من محل من انه تشتري من مواقع انترنت. اجهزه الكترونيه. هو سنة سنة صار معكم صار معكم اكسين في احتمالات تقدروا تسرقوا. اذكر اسم اشي بتفضل تشتري من محل من انه تشتري من مواقع انترنت. بوات احلي نقطتين حلو نيجي هون لرسلان. غير معهم غلطة واحدة وتقدروا تسرقوا. حسن رسلان اختر اسم ايش بتفضل تشتريه من محل من انه تشتريه من مواقع انترنت. مي لا مو كله اكل رسلان. لا كش عارفها رسلان. اكل يعني يحتوي كل شيء. بعطيك ثلاث ثواني. اختر اسم ايش بتفضل تشتريه من محل من انه تشتريه من مواقع انترنت. حيوان. نيجي لهون. ما خلصش. هسه هون. شو؟ دقيقة يلا جاهزين. اذكر اسم اشي بتفضل تشتريه من محل من انه تشتريه مواقع انترنت. سيارة. صحيح 28 تفضل تعال. استنى شوية. لازم جواب. نسيت. روح صف حد. وقت عصف يا بني ادم. انا فايزين هون طبعا. وعم جايزان. عمار اخوي. سيد. ابو فريق لعيب الفوتبول. فبنحب نبارك روح. كم؟ بدك تبارك. احنا صراحه بجد تنازل منا حبينا نفجر الناس بالتدريب. طيب سفك سفك حبيبي سفك. طبعا حالكم. وطبعا ربحوا معنا سدر بيتزا كبير. وين سدر؟ هسه بص عليه. لا عاد اصوره. اثنين مش واحد. اليوم الحياة واحد. تعبنا. ضبح الفيديو. مبروك وشوفونا بالحلقة الجاية ان شاء الله. لا استنى كفرش تتصرف. دقيقة استنى كفرش. مش مشكلة. مش مشكلة. تفضل كل شيء من نهائية وسكتوا. نشكركم على متابعتكم وان شاء الله انبسطتوا بهذا الفيديو. اذا تحبوا تشوفوا فيديوهات جداد اكتبوا لنا تحت. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بحب اشكر كل اصحابي وبحب اشكر كل عيلتي. ولكن بديش اشوفكم. ونشوفكم الفيديو الجاي. يلا زاي. يلا بينا.